هناك فيديو قصير أعدته السكرتارية لعرضه قبل أن نقدم الرمزين الكبيرين. أبحث عن هذا السلام وأتمناه للناس كل الناس. أنا مسلم محب للبشرية جمعاء، مهموم بقضايا السلام. Mai la guerra. Penso soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna, di un futuro. Bambini morti, bambini feriti, bambini mutilati, bambini orfani. تلاقيا على طريق السلام وحب الخير. حملا هموم الفقراء والمستضعفين. أحس بأوجاع اللاجئين والمهجرين والمهمشين. سخر جهودهما في العمل من أجل الإنسانية. لم ينفصلا يوما عن أزمات الإنسان وآلامه وتطلعاته، فنشأت بينهما صداقة حقيقية وأخوة إنسانية، قدمت أروع النماذج في التآخي والحوار بين الأديان، يجوبان العالم شرقا وغربا بحثا عن الفردوس المفقود، يصليان من أجل الإنسانية ويدعوان الله لرفع الوباء، يهديان بعضهما أنفس الكتب لتبادل الرؤى وتلاقح المعارف، يسيران معا في طريق الأخوة ويوقعان الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث. فرحب بها العالم وأصبحت مصدر إلهام للقادة والشعوب والدول والمؤسسات. فاعتمدت الأمم المتحدة يوم توقيع الوثيقة يوما دوليا للأخوة الإنسانية، وأعلنتها العديد من الدول حول العالم وثيقة وطنية للبلاد، وضمنتها كبريات الجامعات والمؤسسات التعليمية ضمن مناهجها الدراسية، وأصبحت محل اهتمام الباحثين في الدراسات الأكاديمية والمؤتمرات العالمية، وأقرها قادة وزعماء الأديان نهجاً للبناء من أجل السلام، والتف العالم حولها أملاً في الوصول إلى مبتغاه. وما لبثت الوثيقة حتى انبثق منها بشائر الخير. فأطلقت جائزة زايد للأخوة الإنسانية احتفاءً بجهود الأفراد والكيانات في تعزيز التضامن بين أعضاء الأسرة البشرية، وبدأ العمل في إنشاء بيت العائلة الإبراهيمية ليمثل رمزاً فريداً للتفاهم المتبادل والتعايش المتناغم بين أتباع الديانات. إنها روح الأخوة والتسامح التي جمعتهما، فأنتجت للعالم الخير وجذب العالم شرقاً وغرباً، حكاماً وشعوباً، نخبة وعوام، لدعم رسالتهما الإنسانية. ووقف العالم موقف إجلال لهما ليتعلم منهما قيم المحبة والتسامح. إنها الصداقة والاحترام المتبادل بين الرمزين الدينيين الأكبر في العالم، البابا فرانسيس والإمام الطيب. صداقة حقيقية وأخوة إنسانية، وسير على درب السلام.